لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد الكشف عن مستقبل علي معلول الغامض والذي كشف عنه أن هنالك نسبة كبيرة لرحيله بعد هنالك مشكلة في العقد الخاص به، الترجي التونسي يجهز لصفقة القرن لفريقه ويستعد للتعاقد مع التونسي علي معلول إذا رحل عن النادي الأهلي، حيث قالت ريام حمدي في تصريحاتها الموسم الحالي سيكون الأخير لعلي معلول مع النادي الأهلي لسببين: أولهما راتبه كبير جدا يتخطى 1,600,000 دولار في الموسم، ثانيا هو السن وأن علي معلول لم يؤدي ما كان يؤديه قبل سنوات. وأضاف كولر لم يطلب رحيل علي معلول عن الأهلي ولكنه قرار شركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، ومعلول يبحث عليا عن عرض خليجي في الموسم المقبل. واختتمت إدارة الأهلي تسعى لخروج علي معلول من النادي بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بسبب ما قدمه اللاعب من تاريخ كبير وعطاء مميز مع المرد الأحمر، والجماهير تعتبره مصري وليس تونسي. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يلعب مباراة الإياب بعدها بأسبوع في القاهرة، حيث أن علي معلول جهز نادي الترجي هذه الصفقة، حيث جهز مبلغ مادي كبير لعرضه على اللاعب التونسي بعد إنهاء إجراءات رحيله مع النادي الأهلي، حيث أن النادي الأهلي يريد خروج علي معلول عن النادي بأفضل طريقة ممكنة، حيث أن علي معلول لاعب كبير ويعشقه جماهير الأهلي المصري. واستعد جماهير الترجي لتقديم عرض كبير إلى اللاعب التونسي، حيث ستكون صفقة القرن لجماهير الترجي.